ما هو تطبيق تيك توك وما هو سر نجاحه؟ لا يوجد أي شخص يستخدم الإنترنت مهما كان عمره إلا وسمع عن تطبيق تيك توك الذي انتشر بسرعة كبيرة في الآونة الأخيرة ليصبح التطبيق الأول في عالم السوشيال ميديا. وإن كنت واحدا من هؤلاء الذين يسمعون عن تيك توك للمرة الأولى أو تتساءل عن السر وراء انتشار هذا التطبيق فأنت في الفيديو المناسب. الكثير من الناس يظنون أن تيك توك خاص بفيديوهات ميوزيكلي فقط، والتي يتم فيها تسجيل فيديوهات تحريك الشفاه والحركات على مقاطع من الأغاني الشهيرة. فقد كان بالفعل تطبيق يوجد اسمه ميوزيكلي وكان خاصا بهذا النوع من الفيديوهات، والذي سنتطرق له عندما نتحدث عن مراحل تطور تطبيق تيك توك نفسه. تيك توك هو عبارة عن تطبيق تسجيل فيديوهات قصيرة مدتها لا تزيد عن 15 ثانية، بحيث يمكن لأي شخص تسجيل هذه الفيديوهات بكاميرا الهاتف الخاصة به. ثم يقوم التطبيق بترويج هذه الفيديوهات إلى المستخدمين الآخرين الذين يتابعون هذا الشخص، أو باستخدام الخوارزميات الخاصة بالتطبيق، والذي سنتحدث عنها بالتفصيل أكثر لأنها أحد أسرار نجاح تيك توك. فيديوهات تيك توك قد تكون أي شيء، مقاطع قصيرة مضحكة، أجزاء من فيديوهات رياضية تقوم برفعها على التطبيق، أو أجزاء من محاضرات، أو أي شيء آخر. ولو أن الشائع هي فيديوهات ميوزيكال الشهيرة والفيديوهات الترفيهية المضحكة خصوصا في الوطن العربي بشكل عام، وبسبب انتشار تيك توك الرهيب وكثرة مستخدميه الذين تخطوا حاجز المليار، فقد تم زيادة وقت الفيديوهات إلى 25 ثانية في بعض المناطق خصوصا في أمريكا وأوروبا. وأيضا بعض المؤثرين الذين يمتلكون عددا كبيرا من المتابعين يمكنهم رفع فيديوهات تصل إلى 60 ثانية أو أكثر بحد أقصى 5 دقائق. تطبيق تيك توك هو نتاج عمل طويل وتجارب عديدة في مجال السوشيال ميديا، والذي تملكه شركة بايتي دانس الصينية والتي أسسها زهانج ييمينغ. بدأ زهانج ييمينغ حياته بالالتحاق بجامعة نانكا يونيفرسيتي في الصين، وتخصص في هندسة البرمجيات، والتي تخرج منها سنة 2005. ثم بعد ذلك التحق بواحدة من الشركات السياحية الصينية التي كانت تعتمد على الإنترنت في الحجوزات والتواصل مع العملاء، والتي ترقى فيها حتى وصل إلى منصب مرموق. ثم ترك وظيفته بعد فترة والتحق بشركة مايكروسوفت العالمية والتي اكتسب بها خبرات لا بأس بها، حتى تركها وأسس مشروعه الخاص بتطوير محرك بحثي في مجال العقارات، والذي حقق نجاحا مقبول للغاية في ذلك الوقت في الصين. قرر بعد ذلك زهان جيمينغ الاتجاه إلى سوق الهواتف الذكية خصوصا، وفي ذلك الوقت أوائل عام 2011 لم تكن هناك الكثير من التطبيقات التي تخدم هذه الشريحة في العالم والصين تحديدا، والتي كانت وما زالت في تزايد مستمر. هنا قام زهان جيمينغ بتأسيس شركة بايتي دانس في أوائل سنة 2012، والتي أطلقت العديد من التطبيقات الموجهة إلى الهواتف الذكية، مثل تطبيق توتياو الصيني الشهير، والذي يقوم على تجميع كل الأخبار الهامة من عدة مصادر في مكان واحد وبشكل سريع للغاية. ثم قام زهان جيمينغ هو وباقي مطوري الشركة بعد تجارب حتى قاموا بإطلاق قاموا بعدة تجارب حتى قاموا بإطلاق تطبيق تيك توك في سنة 2016 لمشاركة الفيديوهات واقتحام عالم السوشيال ميديا. وحقق التطبيق نجاحا باهرا في الصين وفي باقي دول العالم، حتى دخل الآن إلى ما يقرب من 155 دولة. مر تطبيق تيك توك بعدة مراحل حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من مكان في عالم السوشيال ميديا، فقد كان يوجد للتطبيق العديد من المنافسين، ولعل وقتها كان المنافس الأقرب في مجال الفيديوهات القصيرة هو تطبيق ميوزيكلي. الجدير بالذكر أن تطبيق ميوزيكلي هو تطبيق صيني في الأصل، مما ساعد شركة بايتي دانس بالقيام بالخطوة التي جعلتهم يسيطرون على سوق الفيديوهات القصيرة. قامت شركة بايتي دانس بالاستحواذ على تطبيق ميوزيكلي بقيمة 800 مليون دولار تقريبا في أواخر سنة 2017، والذي ظل تحت نفس الاسم لفترة وجيزة. ثم تمت عملية إضافة مستخدمي ميوزيكلي في ذلك الوقت إلى تطبيق تيك توك، والذي بذلك أصبح يمتلك قاعدة مستخدمين عريضة ساعدت في انتشار التطبيق أكثر وأكثر.
لكي نعرف الحجم الحقيقي لتطبيق تيك توك في عالم السوشيال ميديا وشركة بايتي دانس التي حققت نجاحا باهرا منذ إطلاقها لتيك توك، عليك أن تنظر إلى هذه الإحصائيات. شركة بايتي دانس هي أكبر شركة خاصة من حيث القيمة السوقية في العالم كله، وتبلغ قيمتها حاليا 75 مليار دولار. أصبح زهان جيمينغ رقم 12 في لائحة الأغنى في الصين بثروة تقدر ب 12 مليار دولار. عدد مستخدمي تيك توك المسجلين يصل إلى 1.5 مليار مستخدم، في حين أن المستخدمين النشيطين على التطبيق وصلوا إلى 500 مليون مستخدم في أواخر 2019. أصبح تطبيق تيك توك هو التطبيق الأكثر تحميلا على أنظمة أندرويد وإي أو إس في العديد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، متخطيا بذلك تطبيقات عملاقة مثل اليوتيوب والفيسبوك. 41% تقريبا من مستخدمي تطبيق تيك توك أعمارهم بين 16 إلى 24 عاما. يقضي مستخدمي تيك توك ما يقرب من 52 دقيقة يوميا على التطبيق. المرعب في تطبيق تيك توك أن عدد المستخدمين يزداد بشكل رهيب، كما أن عدد كبير من الكبار بدأوا ينجذبون إلى التطبيق في الكثير من دول العالم. كما أن هناك الكثير من التكهنات عن العديد من الإضافات إلى التطبيق، فربما تتم إضافة خاصية نشر الصور وغيرها من الخصائص التي يمكن أن تهدد سيطرة تطبيقات أخرى مثل الإنستغرام. الكثير من الناس يتساءل عن السر وراء انتشار تطبيق تيك توك خصوصا بين الصغار السن، فهل يا ترى السر في فكرة الفيديوهات القصيرة؟ أو ربما تتبع شركة بايت دانس استراتيجيات تسويقية إلكترونية مبتكرة؟ ربما يساعد التسويق في انتشار التطبيق، ولكنه ليس السر وراء هذا النجاح المنقطع النظير. في الحقيقة السر يكمن في خاصيتين من خصائص التطبيق. أولا، خاصية عرض الفيديوهات، حيث إن قمت بتحميل تطبيق تيك توك على هاتفك وفتحت أي فيديو ستلاحظ شيئا غريب لا يوجد في أي تطبيق آخر، ألا وهو أن الفيديو يملأ كل ركن في شاشة هاتفك، وهذا على عكس أي فيديو تشاهده على تطبيق يوتيوب أو فيسبوك أو إنستغرام. هذا هو واحد من أهم عوامل نجاح تطبيق تيك توك، فهو يجعل المستخدم يقضي أكبر وقت ممكن على التطبيق بدون أي تشتيت، وهذا يجعله يرتبط أكثر وأكثر بالتطبيق وبنوعية الفيديوهات التي يشاهدها. الخاصية الثانية التي تكمن وراء تسويق وانتشار هذا التطبيق هو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح لها تأثير كبير على حياتنا اليومية بشكل عام، كما أنه في بعض المجالات أصبح الذكاء الاصطناعي هو كل شيء تقريبا. وهذا ما تعتمد عليه شركة بايت دانس في تطبيق تيك توك، فالخوارزميات التي تقوم بترشيح الفيديوهات للمستخدمين تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسبوق في تطبيقات السوشيال ميديا. التطبيق يقوم بتحليل كل شيء يقوم به المستخدم على التطبيق، ويعتمد على خوارزميات متقدمة في معرفة أنواع المحتوى الذي تفضله بذكاء شديد. ثم يقوم التطبيق بترشيح نفس نوعية الفيديوهات التي يفضلها المستخدم باستمرار، وهذا يجعله يقضي أكبر وقت ممكن على التطبيق. هذه الفكرة معمول بها في كل تطبيقات السوشيال ميديا، ولكن تطبيق تيك توك هو الأكثر تطورا وعنفوانا في هذا المجال. فالتطبيق لا يكترث كثيرا للأشخاص الذين تتابعهم أو الكثير من العوامل الأخرى التي تهتم بها التطبيقات الأخرى، فكل ما يريده التطبيق هو تحليل المحتوى الذي تشاهده بدقة شديدة، سواء من موضوع الفيديو أو الموسيقى التي يحتوي عليها أو الأشخاص وجنسهم والألوان الموجودة بالفيديو وغيرها من الأمور. يعتبر مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيسبوك التي تمتلك إنستغرام وواتساب هو ملك مواقع التواصل الاجتماعي في العالم في ال10 سنوات الأخيرة، فلا يوجد تقريبا أي شركة في العالم تستطيع منافسته، ولكن هذا ما قد يتغير في القريب بسبب تطبيق تيك توك، فهناك من يتوقع أنه ربما يتفوق على إنستغرام قريبا. هذا بخلاف أن شركة بايت دانس هي شركة خاصة وليست شركة عامة مثل فيسبوك، بمعنى أن شركة بايت دانس يمكنها أن تطرح أسهمها في البورصة في أي وقت، وبالتالي تزيد من رأس مال الشركة بشكل ضخم، مما يساعدها عن الاستثمار أكثر في تطوير تطبيقاتها المختلفة والسيطرة على الكثير من الأسواق في كل أنحاء العالم. وذكر أن هذا التطبيق الصيني يهدد حرية الإنترنت، وأنه لا يجب السماح له بالتدخل في تحليل المحتوى إلى هذه الدرجة،
وحجب أنواع معينة من المحتوى عن المتابعين لأن هذا ضد حرية المستخدمين. في الآونة الأخيرة ومع انتشار تطبيق تيك توك واستخدامه في كافة الأغراض، ظهر بعض المؤثرين الذين تحدثوا عن قضايا إنسانية وأخلاقية مثل ما تفعله الصين مع مسلمي الإيغور وقمع المظاهرات في هونغ كونغ. فقام التطبيق فورا بحجب هذه الفيديوهات عن كل المستخدمين في كل أنحاء العالم وليس في الصين فحسب. وهذا ما حاول استغلاله مارك في حديثه عن التطبيق. ولكن الغريب في الأمر أن هذه الكلمات تأتي من مؤسس فيسبوك نفسه والذي نالته الكثير من الانتقادات حول جمع وبيع بيانات المستخدمين واستخدامها بطريقة غير صحيحة. لا يغفل على أي شخص أن التقدم الرهيب الذي أحرزته الصين في العقد الأخير، فقد اقتحمت العديد من المجالات التكنولوجية الهامة التي جعلتها قوة كبيرة تنافس أمريكا حاليا في السيطرة على العالم اقتصاديا. يرى الكثير من الخبراء أن السبب وراء هذا التطور هو دعم الصين لشركات التكنولوجيا الكبيرة مثل شركة هواوي وشركة بايت دانس وشركة علي بابا وغيرهم. وبسبب الفكر الشيوعي الذي تنتهجه حكومة الصين في إدارة البلاد وأنها المتحكمة في كل الهيئات والمؤسسات، يرى الخبراء أن أغلب الشركات الصينية تعمل وفقا لرؤية الحكومة الصينية إن لم تكن تحت تصرفها بالكامل. وبالتالي فإن شركات مثل هواوي وبايت دانس والتي تجمع الكثير من البيانات عن مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية في العالم تمثل مدخلا للحكومة الصينية للتأثير على الكثير من المجتمعات الدولية والمختلفة. وبالطبع أكثر المتضررين من ذلك هي الحكومة الأمريكية والتي كانت لسنوات طويلة تعتبر شركاتها العملاقة مثل جوجل وفيسبوك وإنتل وغيرها سلاحها الأقوى في السيطرة والتحكم على بيانات مليارات البشر، خصوصا وأن هذه الشركات لا تتوانى في تنفيذ مطالبها. ولا أعتقد أن كان سيئا أن مارك مؤسس فيسبوك تم تكريمه أكثر من مرة من وكالة السيا الاستخباراتية الأمريكية، ولكن ما يجعل المجتمع العالمي يقلق من نقل هذه السيطرة إلى الصين هو أن أسلوب حكومة بكين يتميز بالعنفوان. فالحكومة الصينية عدوانية وتتخذ قرارات صارمة بشكل فظ أحيانا، وهو ما قد يؤثر على اقتصاد العالم بالسلب، خصوصا مع اقتحام الصين العديد من الأسواق والمجالات الجديدة كل يوم. أعتقد أنك عرفت الآن ما هو تطبيق تيك توك وكيف أن الكثير من المسوقين ورواد الأعمال والخبراء يعتبرونه بوابة الصين نحو الدخول إلى سوق السوشيال ميديا ومحركات البحث بقوة شديدة.